اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.